الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم على الهاي سبيدر سويتش. بالنسبه للهاي سبيدر سويتش مش زي الثري بوزيشن سويتش. الثري بوزيشن سويتش كان عندي دايما مشكله في فكره ان انا لما اجي اعمل مانوال اوبريشن للديسكونكتور او للايرث سويتش ان انا ممكن اروح اعمل روتيشن او اعمل يعني الفف الهاندل بتاعتي في اتجاه خاطئ، اكون عايز اقفل الديسكونكتور في الايرث سويتش او الايرث سويتش في الاي ديسكونكتور. فعملت حاجه اسمها الانترلوكينج ماجنت اللي هو الاي ام دي والاي ام اي. تمام. طيب هنا بقى في الحالة زي مثلا هاي سبيدر سويتش او حتى التو بوزيشن ديسكونكتور او التو بوزيشن ايرث سويتش اللي هو العاديين بقى اللي هو مفيش احتمالية للخطأ ان انا اقفل ديسكونكتور بالخطأ واقفل ايرث سويتش مكانه بالخطأ، بيبقى عندي الموضوع بكل بساطة ان انا برضو عندي انترلوكينج ماجنت اللي هو الاي ال ام. بس الفكرة هنا ان الاي ال ام دلوقتي مش بيمنع المانيوال اوبريشن ان انا الف في الموتور نفسه زي مثلا ما كان في السي بوزيشن سويتش ان كان عندي سولونويد وسولونويد فيها لوك بيبقى محطوط على الترس بحيث ما اعرفش الف في الايه الموتور. لا، هنا الفكره بيبقى عندي زي شاتر دور. الشاتر دور وراه اقدر ادخل ايه، اقدر اركب الهندل بتاعتي. يعني انا هنا اهو مثلا لو رفعت الشاتر دور ده كده وادي اقدر اركب الايه الهندل بتاعتي. طبعا انا بس عشان شغال بايد واحده اهو انا كده ركبت الايه، ركبت الهندل بتاعتي. طب الهاي سبيدر سويتش زي ما احنا عارفين انا مش بلفف موتور، ولكن انما انا بشحن ايه، بشحن السبرنج بتاعتي. ادي اتجاه الدوران، لا لازم يكون كاونتر كلوك وايز. فمجرد ما انا هشحن السوسته بتاعتي في الاخر خلاص هي بعد ما تشحن اوتوماتيكالي هتقفل ايه الاير سويتش. ادي الانديكيشن بتاعي فوق اهو مكتوب اوبن. قفلت على طول. وفي نفس برضو اتجاه الدوران دون هتقدر تفتح ايه ايرث سويتش. عشان كده حتى في الدروينج قلنا ان الموتور بتاع الهاي سبيد ايرث سويتش مش بقلب عليه الدي سي زي بقيه المواتير الثانيه، لان هو بيلف في نفس الاتجاه، لان هو هنا مش بيلف الايرث سويتش مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه، ولكن هو بيشحن السبرينج اللي هي بعد كده بتقفل الايه الهاي سبيد سويتش او بتفتحه، وبالتالي اتجاه اللف بتاع الموتور لشحن السبرينج بيكون ايه اتجاه ثابت. طيب ايه بقى الاي ال ام اي ده او الاي ال ام اللي هو الانترلوكينج ماجنت ده؟ عشان يفتح لي الشاتر دور او يسمح لي بفتح الشاتر دور كان لازم شويه شروط تتحقق. هناك كان لازم في الثري بوزيشن سويتش كان يقول لك الانترلوكينج سليم، انت مختار سيلكتور سويتش على الوضع اللي انت عايز تعمل مانيوال اوبريشن للدي اس او الاي اس، بلس ان الشاتر بلس ان الباب ايه الدور بتاعك مفتوح. انا هنا الباب مفتوح بلس الانترلوكينج متحقق، لكن ما عنديش حاجه اسمها ان انا اعمل سيلكت. ليه؟ لان انا ما عنديش غير ايه غير ايرث سويتش. وبالتالي مثلا لو انا عكست حاجه من ضمنهم مثلا حاجه زي الانترلوكات، يعني سي مثلا انا هفتح الايرث سويتش الكتريكال الاول ايه لا طب هنا فتحت انت الايرث سويتش ماشي اهو قفلنا الباب كده فتح. تمام. سي بقى ان انا هقفل اللاين ديسكونكتور اللي فوق لا الفي تي اهي افتح الفي تي. طيب خلاص دلوقتي هو احنا فتحنا الايه الفي تي، لا اللي عاملين عليه جامبر هم في الدروينج انا شايفهم حاجه تقريبا كده. طبعا احنا عارفين الانترلوك عندي في الهاي سبيدر سويتش ان انا لازم اتاكد ان اللاين ديسكونكتور مفتوح، ده رقم واحد. ان الانترلوك عندي يكون ايه الانترلوك عشان يكون متحقق لازم يكون اللاين ديسكونكتور مفتوح اللي هي كيو 9، ولازم يكون عندي الخط ديد. الخط ديد بتاكد منها ازاي؟ عن طريق الفي تي ايزوليتور اوبن، الفي تي ام سي بي اللي في البوكس كله كلوز، سوري الفي تي ايزوليتور كلوز، الفي تي ام سي بي اللي في البوكس كله كلوز، الفي تي ام سي بي اللي في الار سي كلوز، والثلاثه اندر فولتج ريلي او الثلاثه كونتاكتور اللي موجودين على الفي تي يكونوا معمولين كلهم ايه دروب اوف. دلوقتي انا قفلت هنا اللاين ايه ديسكونكتور، هاجي هنا لو انا عايز اشتغل مانيوال اوبريشن هاجي ارفع الشاتر دي مش عارف ايه ارفعه لان الانترلوكينج ماجنت ايه مش سامح لي ان انا اعمله. لو انا سيبها فتحت الديسكونكتور تاني كده اقدر ايه افتح الشاتر دور عادي واقدر اشتغل ايه مانيوال اوبريشن للهاي سبيدر سويتش.